فأعتاه. فلما مات هذا السارق فكان القبر أو كان القبر يريد أن يضغط عليه فالعصا كانت تعترض. سبحان الله. فتقول سبحان الله أن هذه الأشياء تفيد في القبر في الآخرة. تربيكم على الإحسان. الإحسان جزاء الآخر. هذه مختصر الحمد لله. فتربيت في هذا وأنا في الحقيقة صغير ما كنت أروح المدرسة لأني صغير جدا. إلا أن المدرسة لم أرسلوا أيضا أحد مشايخنا الآن مات قبل 3 سنوات رحمه الله من القبيلة نفسها شيخ سليم ابن شيخ بسالت بشارت. فهذا أرسلوه إلى الجامعة الرحمانية للدراسة على نفقتهم. ما شاء الله. أرسلوه ودرس حوالي السنة الرابعة وبقي له نصف الدراسة هناك. فجاء انقسام الهند وباكستان وكاد أن يقتل لكنه سلم وهرب وذهب في مكان آخر مدرسة رياض العلوم وتخرج فيها وجاء رجع ففتح مدرسة في القرية فتلك الأيام الحكومة أيضا أظن قد يكون 54 أو 53 أو كذا الميلادية الحكومة أعلنت أنه لا بد كل واحد يدرس وإلا نأخذه بالقوة وندرسه. فاغتنم الشيخ فرصة وفتح المدرسة وراح يعمل دعاية قال إذا ما درستوا الآن الأولاد الدين فيأخذونهم يجعلونهم وثنيين وكذا. ففتح المدرسة وأنا أذكر أنه الشيخ بنفسه قام لطلب التبرع للمدرسة. أول شيء أخشاب جيبوا خشب ثم القش الذي يسقفوا بها وسقف وأسس المدرسة. ما شاء الله. فكان ما شاء الله يعني جاء ناس كبار صغار يدرسون وأنا صغير ما كنت أروح. أخي الكبير كان يروح وأخت بنت عمي كانت تدرس وبغداد قاعدة حقها عندنا في الجدار اللي كان قاعدة البغدادية قوة. نعم. قاعدة بغدادية كانت موجودة على الجدار على التاجة على القوة في الجدار. نعم. كان محطوطة. فقلت يوم واحد قلت أنا كمان أروح المدرسة لا بد أروح المدرسة. ما شاء الله. فأخذت الكتاب. الأم الولدة تقول أنت صغير لا تروح لسه بعدين إن شاء الله. قال قلت لا رحت ووافق أن الشيخ كان في الإجازة شيخ سليم وأناب والده يوم الخميس. ويوم الخميس في الغالب عموخته يعني الذي هو تعلمت من قبل إعادة مراجعة اختبار الشيخ سليم كان يعمل. نعم. لكن الوالد لما جلس بدأ يدرسهم يدرس. وأنا شافني وأنا دائما كنت أجي له فشافني جيت أنت فأعطاني درس أول درس ألف باء تاء ثاء. ومن ذاك الوقت الحمد لله بدأت أدرس. كنت صغير إلى حد أن بعض قريباتي من قرية أخرى هذا أكرم دكتور أكرم الذي كان يجي أماته كانت تأخذني في حضنها وتخرج هناك لما يخرجون لقضاء حاجتهم وكذا. فيعني هناك من المزارع بعض الأشياء يوكل وكذا يقطفون ويأتونني ويحفظونني بعض وأنا أدرس ويشيلونني كذا. ما شاء الله. الحمد لله. صغير جدا. الحمد لله. هذا من توفيق الله. هذا من توفيق الله. ثم لما درست والشيخ درسني الشيخ سليم نفسه اللغة الفارسية كذلك جلستا بوستا من الكتب المعتمدة عندهم باللغة الفارسية لسعدي فيها حكم وفيها أشعار. بوستا بالأشعار وجلستا بالنثر حكم. فدرست عليه الحمد لله. ثم لما درست فذهبت إلى مدرسة دار الهدى يوسفور الذي أسسها الشيخ أمر الله والشيخ عباد الله. عباد الله. نعم. والحمد لله يعني درست فيها. فبفضل الله تعالى وفقت أساتذة يحبونني ونحبهم. ما شاء الله. وحبهم واثنين من أقاربي أيضا. ما شاء الله. وكان والد كان واحد منهم درس الرحمانية أو في مدرسة الرحماني مع الشيخ عبيد الله الرحماني الشيخ عبد الرحيم قريب من قريتنا. فاحتضنني جزاه الله خير وجعلني مع ابنه شبلي اسمه ويقول لا كلام مع الناس بس أنتم اثنين مع بعض لا دائما.
تتعاونوا. كذلك جعلني جزاه الله خير وأنا صغير، وهذا لا أنسى، لأن الجو المدارس واختلاط الطلاب قد يكون فيها سب وشتم وكذا، فجعلني ثلاثة في غرفتي. ما شاء الله. سرير مع الأستاذ. مع الأستاذ وابنه وأنا. ما شاء الله. وكذلك يعني إذا كنت جبت الوالدة كانت تأتي سويق وكانت تأتي أشياء، فالشيخ بلطفه يجمعنا ويقول جيبوا إيش جبت يا خان؟ نحن قبيلة خان. نعم. وهو أيضا خان كان يا